imagine. C'est ça le football, c'est ça le football. J'ai vu la pierre qui est venue, heureusement qu'elle était un peu amortée par le réseau. هذا اللقاء الأخوي بين الشقيقين المصري والجزائري. هذاك الماتش ما يتنساش يا عبيد. الناس نفكروا شكون يلعب شكون ما يلعب. باش مدي التشكيلة غير اليوم المقابلة. كرة في الوسط من حسن يبدأ يوصلها مباشرة لمقني ترجع لكريم زياني يرفعها من هناك هايلة من كريم زياني صعبة هايلة ممتازة ولا لا يا بابا يا بابا الله 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 قول لكل الناس معاك ما حدش يخرج لغايه اما السفره دول يسافروا. الحمله الشرسه التي قامت بها دكاكين الفتنه من فضائيات مصريه. ام درمان ماشي غير المباراه هي كانت الاوبجيكتيف تاعنا. ما لا قال عيطوا لي العقل. عيط لي عقل. عيطوا لي العقل. شفت حتى هو كانت عنده نظره عليا من بعيد ما يعرفنيش. سي لا بروميير فوا دون لا في. Je suis pas rentré par une porte pour aller commenter un match. Tu y allais, on est à chaque heure. Drabna fil l'ard hkemha. Aywa, drabna fil sma hkemha. Naam. Drabna wan shaytan la yjibha. Ma tkellmnach al jomhour, jomhour li safrou jaw w hadouk tani nas sa'dou al mentakhab al jazairi. Bien sûr, kharj gal nas kharj min diara, gal na ta'abrat ala shouhour tahom. Hatta w law ma tahbish tkhrej ouladek ykharjouk. Min jma, sma tashbiha. أول رصاصة تاع 1904. الكرة عندنا تاريخ ومعروفة من بكري. جبهة التحرير إبراهيمي مخلص. كرة في الوسط من حسن يبدأ يوصلها مباشرة لمقني ترجع لكريم زياني يرفعها من هناك هايلة من كريم زياني صعبة هايلة ممتازة ولا لا يا بابا يا بابا الله 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 الله. تعود ذكرى ملحمة أم درمان الملحمة الأقوى والأجمل على مر تاريخ كرة القدم الجزائرية، وتعود معها ذكريات الزمن الجميل المعجج بأبطال صنعوا المعجزات وعقدوا العزم أن تحيا الجزائر. شموخ، شهامة وأداء بطولي لا يمكن أن تكون سوى صفات لاعب جزائري أصيل متشبع بالروح الوطنية، رفض الظلم فأنصفته العدالة الإلهية في معركة ظهر فيها الحق وزهق الباطل. أم درمان الملحمة الشهيرة التي جاءت فصولها امتداداً لأحداث كثيرة كانت بدايتها المباراة التي جمعت منتخبي الجزائر ومصر، والتي كانت تتطلب تحضيراً نفسياً وبسيكولوجياً باعتبار أن منتخب الفراعنة كان الأقوى. والله الحقيقة يعني واحد لما يفكر الظروف اللي عشناها وباش وصلنا لهذيك النتيجة يعني صراحة يعني معجزة، واحد خاصة يعني يستحمد ربي يعني بلي وصلنا خاصة بالصعوبة في هذيك التصفيات تاع كاس افريقيا وكاس العالم، لان كانت في الوقت هذا كانت ماشية مع بعض، يعني كانت لا كاليفيكاسيون تاع لا كوب دافريك كوب دو موند في نفس، ولكن بلا كوب دافريك تأهلنا قبل، ان من البداية تأهلنا قبل ما تنتهي يعني المباراة هذيك خاصة المصيرية اللي جرت أولا في مصر، ومن بعد المقابلة كما يقول لك لو ماتش دو باراج هذاك اللي لعبناه في أم درمان. أنا نشفى غير على المباراة يعني صراحة، يعني تحضير المباراة وكل يعني خاصة المباراة هذيك قطر مصر يعني حضرناها كما لازم الحال، لأن أولا كانت المباراة جت في شهر جوان يعني في 2009، وحنا باش بعدنا خاصة يعني برمجنا باش نهربوا من ضغوطات تاع الجمهور، لأن عارفين لي الديربي هذو ما بين مصر والجزائر يعني صعب بزاف، والضغط كبير 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 جدا على اللاعبين وعلى الطاقم التقني باش يحضر المباراة. لهذا احنا
احنا خدينا قرار ودرنا التحضير. تفكري باللي مشينا لا ريجون تاع تولون وحضرنا المقابله تما يعني وجاست كما لازم الحال. زيادا احنا جبنا كل امكانيات خاصه من ناحيه برك تكنولوجيه وكل خاصه باش عرفنا يعني عرفنا الخصم نتاعنا الخصم يعني على مصر يعني نقاط القوه تاعو ونقاط الضعف. وفي البرنامج في في في, في المعسكر اللي درناه في فرنسا يعني ركزنا على العمل خاصه يعني التكتيكي هو التقني طبعا واستغلنا كثير خاصه ضربات ثابته لان سجلنا كشتي الهدف خاصه الثالث اللي كان روعه من طرف الفريق الجزائري. وجينا فقط 48 ساعة قبل المقابلة. زيادا على هذا احنا يعني ما كانش الامكانيات اللي كانت موجودة كما حاليا. ودرنا المعسكر في البوليدة في الاوتيل ميليتير وجابونا كل الامكانيات باش حضرنا في 48 ساعة هذيك المقابلة في احسن ظروف. ولعبنا المقابله هذه. علاش نقول لك هذه الاشياء؟ لان مهمه يعني التحضير ما يبانش يعني المجهود تاع كل الناس في الخفاء اللي يساعدوا المنتخب الجزائري باش يحضر كما لازم الحال باش يدخل المقابله في احسن امكانيات وفي الفورمه كما يقول لك. لعبنا المقابله هذيك مع المصريين اللي ما كانوش ينتظروا اكيد لانهم جاوا فريق قوي عنده امكانيات كبيره. الفراعنة الذين استقبلوا بالورود عندما وطأت أقدامهم أرض الشهداء لمواجهة محاربي الصحراء بملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة ظلوا متمسكين بأمل المونديال رغم خسارتهم بثلاثية مقابل هدف، وهو الهدف الذي ترك بصيص الأمل قائما لديهم. طبعا فريق قوي متكامل وكانوا عارفين باللي المقابلة تكون صعبة ولكن ما كانوش ينتظروا يعني هذاك. كما شفتي المقابلة في لا بريمير ميتون كنا 0-0 بون في التدخل تاعي تاع المقابلة تكلمت لأن كانت مقابلة صعبة. تكلمت مع اللاعب مطمور لأنه هو سجل الهدف الأول يعني خاصة ما بين الشوطين يعني تكلمت معاه شخصيا وفرديا وقلت له انت عندك نقطة القوة تاعك انت تضرب من بعيد يعني تضرب من بعيد دونك تجيك فرصة انت ادخل في الوسط واضرب كما دير في فيلم. انا كان مع فريق ذاك الوقت مونشانت كلاتباخ قلت له باش ممكن اقدف من بعيد باش نقدروا نسجلوا الهدف. وهذا هو اللي صار تخيل الحمد لله سهل فيها ربي من سجلنا الهدف يعني فاجأنا الفريق المصري وسيطرنا يعني حقيقة وسجلنا الهدف الثاني ومن بعد الثالث. جات كانت فرحة. للأسف الشديد اللي كنا يعني ما كناش ننتظروه هو خاصة في اللحظات الأخيرة تسجل علينا الهدف وهذا اللي زاد. علاش نقول لك سجل خلنا نكون بقينا 3-0 كنا نمشي ومرتاحين يعني في الـ في الـ في الـ لما 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 وصلنا خاصة في المقابلة تاع مصر. المهم يعني المقابلة هذه فاجت يعني في النتيجة. المصريين ما كانوش ينتظروا وفي نفس الوقت حنا أعطتنا من هذيك المقابلة أعطتنا قوة كبيرة باش يعني التأهل وباش نفسه في هذا المجموعة اللي كانت قوية وخاصة كان الفريق المصري هو اللي كان هو يعني هو كان الأقوى يعني من الفرق كاملة. نظن هذاك هو يعني نظن المقابلة هذه كانت يعني أكيد مفتاح يعني مفتاح تاع المجموعة. ربحنا الماتش هنا في جوان في بليدا كونتر مصر ربحنا وتما ولا الامل بزاف نربحنا في زامبيا 2-0
تما خلاص شمينا واحد المونديال وحطينا ان بوان في المونديال. مواجهة المنتخب المصري في تصفيات مونديال 2010 بجنوب إفريقيا كانت المرحلة الأصعب للطاقم الفني للخضر الذي كان على موعد مع مواجهة مصرية بتعداد غير مكتمل بفعل اكتظاظ عيادة المنتخب باللاعبين الذين كانت إصاباتهم تتوالى الواحدة بعد الآخر. المهم كانت مقابلة مصرية لأن تمشي راك تمشي قلت لك راك مأهل كأس إفريقيا بسهولة، ولكن كأس العالم لازم تمر على المقابلة في مصر. ومصر كانت حقيقة يعني تحضيرها وكان صعب 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 جدا. كنا عارفين لأن هذيك المباراة راح تكون حرب فيريتابل غير اي كي فالي بريباري سا، لازم نوجدوها يعني دون مانيير طري 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 سيريوس. الحكاية تبدا من قبل، بدات في المعسكر اللي درناه في كوفرشانو. لماذا في كوفرشانو؟ لان اقرب بلد اللي كانت من مصر يعني وباش ثاني كذلك نفس الشيء نديرهم في جو مغلوق. لهذا الكوفرشانو هو المركز اللي حضر فيه الفريق الايطالي. ولكن في هذا المعسكر هذا لقينا مشاكل كثيره، مشاكل صحيه، لان كل اللاعبين اللي كانوا يوصلوا للمعسكر كانوا مصابين، وحتى اللي ما كانوش مصابين سبحان الله العظيم يعني طاحت علينا واحد الشيء غريب، لان حتى اللاعبين اللي وصلوا يعني بصحتهم ولا بس بهم من بعد وصولهم يعني بنهار ولا في نفس النهار كما يبدا في نفس النهار اللي وصل لبس عليه في المساء قال لك ما نقدرش ندير عندي اصابه. شيء غريب، ولكن واحد عدد كبير كبير جدا نتاع خاصه نتاع اللاعبين الاساسيين يعني ما نقدرش ندير نكون تشكيله خاطر ما مفروض انا في المعسكر هذا قصير انا نمد اللاعبين التشكيله ونبداو في الحصص. الحاجه بيكزيجي كلكو كادر اللي كانوا معاه في الاتحاديه باش يفكروا بدقه كيفاش رايحين نديروا نوجدوا الماتش دابور تاع القاهره، بس عندنا ماتش تاع القاهرة، وقلنا ربما في القاهرة نخسروا ب2-0 دونك باللي مصر راح تولي وميم نيفو كيما احنا ورايح يكون ماتش دابي. وصل ابناء نوفمبر تحضيراتهم لموعد الحسم وشدوا الرحال نحو العاصمة المصرية القاهرة، وهناك وقع ما لم يكن في الحسبان في حادثة الأوتوبيس الشهيرة والتي كانت بمثابة منعرج التأهل للمحاربين الذين رفضوا الظلم ورفعوا التحدي. كيف صرنا في مصر صارت لنا هذاك الهجوم يعني اللي ما كناش ننتظروه، لأن كان الاستقبال أمام الكاميريات وأمام يعني في المطار كان أخوي ورايع، ولكن غير خرجنا طحنا في هذاك الكمين هذاك اللي داروه لنا في الناس. على كل حال كل الناس على بالها وش صرا، في خاصة عندنا وصولنا لمطار مصر الحادثة تاع الحافلة وكل الأمور مانيش حاب نرجع لها رغم أنها تبقى في الذاكرة. إيماجين في سال فوتبول في سال فوتبول أبغي توديز أوني دي فخير كيف فخير سال فوتبول ونقاط لكي كيف لكي الطونطال اللي دارونا في القاهرة أنا ما حضرتلوش أو فات الآخر كما جاءوا من الأيروبور ما جنيتي با لابا يعني بيتما قالنا هما في الطريق سيتي ان تروك بريباري يعني من بعد كلك زاني ابخي الثورة اللي وقعت في مصر دي جون هضروا واستعرفوا باللي بعد من الناس في لا فيديراسيون هما اللي داروا هذاك باسكو يضربونا فيك دي كايو هكذا وتما ستان اندروا من امبوسيبل تسيبي حجره سي لايغوبور سي بروبر سي دونك جاو مسلحين كما نقولوا واستناو الكار جوست في ان اندروا وين تو بليجي تباسي باسكو غالونتي باش يروح فير لوتيل و يا يو الماساك باسكو هبطنا مشينا شويه في الكار قعدوا يديروا علينا بالحجر من كاين لي جوار اللي خافوا بزاف هذاك الماتش au moment où l'équipe sort de c'est-à-dire elle quitte l'aéroport dans le bus
le virage là, et c'est comme s'il y avait une avalanche de pierres. Et vous connaissez la suite, les joueurs blessés. À partir de là, le ton a complètement changé. Quand on est entré les joueurs, la chance qu'on a eue, on avait un reporter de Canal Plus dans le bus avec l'équipe. Et nous avons dit que les joueurs ont filmé les trucs en direct. Alors, qui a fait l'hôtel? هذاك الجورناليست لبسوا له داروا له تروك تاع سيرفاتمون تاعنا باش جا في وسط لي جوار سينو يلو غي جامي ليسي باسي إلي رونتري إي بي دي كي سيت انستالي دون اون شومبر إي سي برونشي ومام لي تاعنا عطاو له كاع لي زيماج اللي فيلماو لداخل معاه والاخر إي لا ديفوزي سا صافي اون ان طون ريكور العالم كاع سمع بها. Quatre blessés avant même que le match commence. Nous sommes les seuls à filmer cette scène irréelle et ça dérange. Regardez avec quoi ils nous frappent. Chef, t'es là. Chef, c'est ce qu'il veut. Regarde. Imagine un joueur, il prend ça dans la tête. Imagine. C'est ça le football. C'est ça le football. Ça, passe-le. Pour qu'il voit les gens. C'est pas un joueur. Après, il te dit, on est des frères. On n'est pas des frères. On va la gagner. On va la gagner. On va 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 gagner. المفروض وصرنا في وصرنا يعني في 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 وصولنا في بعد خروج المطار هي مفروض داروا حتى اللاعبين المحترفين اللي كانوا جاي يلعبوا في اوروبا يقولوا قالوا لي جاوا يسالوني قالوا الشيخ مفروض المقابله هذه ربحناها ما تلعبش انت ولكن كما جاوبتهم انا قلت لهم هذاك اوكي هذاك وين جات في اوروبا لما تصير لك مشكل كيما هذا هي يعني سانكسيون كي طومب سور لو بي اورغانيزاتور باسكو هو اللي دار لك المشاكل هذا الانسان يندهش لان المنتخب الوطني عانى الويلات وش الانصار الجزائريين اللي كانوا حاضرين في القاهره عاشوا ايام رعب تلك الايام ضغوطات اعتداءات سواء على الانصار في المطار يوم وصول المنتخب الوطني حيث قبل تعرض حفله الخضر للضرب تم الاعتداء على الصحفيين واعتداء على عدد كبير من الجزائريين الذين كانوا بالمطار لاستقبال المنتخب الوطني الحاج توجور بريزون اي لانتيليجونس دونفي لي كلي دو بوس كي ستاسيون عند الاوتيل باسكو جاو المصريين حبوا ينحوه يدوه نحا غلق الاخر ودار الفاتح في الجيب وراح ما قدروش يحركوا انو با بي فير بوجي لو تروك يعني سايتي اه ونا بي بروفي من بعد بداو يجيبوا لنا دي زاكتور يحكيو بلي ما كاش منها جابوا فو شوفور بور ديك سني با فري اي لا اوسي غراس الجزيره كي افي دي زيماج تاع الشوفور كي الحق وراو لي دو تيت سيتي با لي ميم كذبناهم سورتو لي بلون وانا قلت ما كناش ننتظروه وزيادة نشوف المسافة ما بين المطار والأوتيل كانت قريبة كنا ممكن نمشيو على رجلينا نوصلوها بسهولة ولكن هما ركبونا في الباص ودارونا ثم واحد لو سيركوي باش مرونا على هاد الناس هادو اللي وقفوا الكار ويعني ومثلوا باللي كلي هما دي سيبورتير تاع ليكيب ناسيونال وانت ما دخلوا عندنا بالحجر وهذاك دونك باش يخوفونا وباش ويزون جرحوا بعض بيان سور دون لو كار ضربونا من كل جهه يعني دارونا والله كنا كل تحت يعني ولكن كمسؤولين خاصه لما وصلنا قدام الباب وحتى هذاك الشوفور اللي حبيدي المفاتح ويهرب يعني المصري هذاك لان حكمناه وهذاك ومن بعد دخلنا داخل لا سال دو ريسبسيون. الاعتداء على حافلة الخضر لم يثني من عزيمة رفقاء ابن الأوراس عنتر يحيى الذين وقفوا صفا واحدا مسلحين
بشعار 1 2 3 فيفا لالجيري. قريب اسبوع قبل الماتش تاع القاهره الحاج بعثنا للقاهره وني باختي اوكير بريباري لو ماتش دابور تاع القاهره. قبل ما تجي ليكيب كانت في كوفرتيانو، كانت اون ايطالي اون ستاج، كان الحاج معاهم تما وانا كنت في القاهره باش نوجدوا دابور الماتش تاع لوكا، لان احنا كنا خايفين لو شوا تاع لوتيل باك المصريين قدموا لنا دي زوتيل امبوسيبل نقدروا نسكنوا فيهم بيكسبيريانس دي بون غير على ليميت، واش علي احنا عارفين هذا الشيء. رحنا بريسك اون سكري مع سي جاهد زفزاف الجماعه ونا شوازي ان توت اوتر اوتيل بلا ما قلنا لهم. وفي لوتيل هذاك الاختيار حتى لي دو ايطاج من سكنت ليكيب تاعنا ويتي اونتيغمون غوفي، ستادير الجماعه عاودنا اللي درا عاودنا لي زوري دينا دي زيكسبير منا داروا لنا دي كونترول تاع لي كليماتيزور تو لي ريسك بوسيبل كتبناهم اون اسي دي زيفيتي. دار دينا معنا دي زيكسبير تاع لا بوليس سيانتيفيك بور نو زيفيتي كاع هذوك لي نو. نحكي لك يعني كان الناس في الخفاء داروا عمل جيد غير جيد 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 كبير، خاطر المزيه حنا هذا الفندق حنا اللي خيرناه، وخيرناه بمساهمه يعني خاصه السفاره تاعنا وبالمسؤولين تاعنا في اعلى مستوى، يعني باش درناه خمس باسكو كون مشينا حنا ممكن الفندق اللي كانوا اختاروه المصريين كانت تصير الازمه اكثر من هذيك، لكن احنا فاجاناهم بالنظام تاعنا يعني، والمسؤولين لعبوا دور كبير تاع الاتحاد في هذا المقابله، والنظام تاعنا فاجاناهم لان اكتشفوا باللي رايحين نروحوا الفندق هذا غير تقريبا غير اسبوع قبل المقابله اللي راح تجري في مصر، يعني تفاجئوا وحبوا يديروا كل شيء، داروا ضغط على المدير هذاك تاع الفندق باش يغيروا الفندق، ولكن ما قدرش لان احنا كنا ماضيين معاه عقد. المهم كي دخلنا لهذاك الفندق شوف كانت العكس اللي صار، بون الناس بالدم داخلين تما وهذاك جمعنا كون في الوسط هذاك لان ما كناش رايحين للبيوت، والمسؤولين تاعنا كانوا محضرين للبيوت وكل وكانوا عندهم ضغوطات من قبل لان جابوا لهم البوليس وجابوا لهم حبوا يديروا لنا ثاني شيء رهبي، ولكن المسؤولين تاعنا ما قبلوش كل الشروط تاعهم باش يضغطوا علينا، حبوا يديروا مثلا امام كل باب تاع 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 الغرفه تاع لاعب يديروا حارس بوليسي، فهمت يعني باش واحد لاعب لما يخرج برا يلقى بوليس يزيد يولي يدخل، حبوا يديروا لنا اشياء احنا ما تقبلناهاش، وهذا كل يعني عاشوها المسؤولين اللي كانوا ثم تحت ضغوطات يعني ضغوطات كبيره. هو السرى بالحافي وسرنا كي كنا داخل الحافله، ومن بعد وصلنا للفندق، بعد الفندق فكرنا رغم الحادثه اللي صارت حاولنا يعني ننساو الامور نفكروا الا في الملعب ونفكروا ان نأدي مباراه جيده. المهم كي دخلنا لا رياكسيون تاع اللاعبين وتاع على بالك اجتمعوا كله ولا 1 2 3 فيفا لالجيري كل ولا فهمت من هذاك واش داروا لنا هذاك وهذاك ولات شيء جماعي لي فهمت يعني هذاك المفاجاه ولات اجتمعنا اعطتنا قوه كبيره. ولينا دخلنا ولي على بالك ثم كانوا الطقم الطبي كان لاتي بلي جوار لي بليسي وهذاك، دونك بدينا الامور هكاك بشويه نهدنوا باش كل واحد يروح يرتاح في البيت وهذاك. Il y a un morceau de verre qui a pénétré à l'intérieur de la plaie. On attend pour la suturer, qu'il y ait une constatation de la. Lendemain, dans l'intimité de l'hôtel, plus personne ne peut approcher, ni supporter, ni journaliste. Notre caméra est la seule. ومن بعد ولات مشكل درك وين نروحوا ندربوا؟ انا كنا احنا لازمنا تدريب خفيف. بون قلنا المهم بالهدوء هكاك هدنا الامور ارتحنا شويه ومن بعد قررنا
باللي نديروا تدريب باش يخرج هذاك الخوف هذاك ويخرج هذاك الصدمه هذيك اللي دونك درنا لا سيونس تما في الاوتيل هذاك بون ميم هما ما كانوش ينتظروا باللي ندربوا تما دونك شفنا بقعه ودينا طاح الليل وهذاك لقينا مع الاوتيل دونك معنا خاصه مع المسؤولين تاعنا اللي كانوا منظمين حضروا لنا المنصب هذاك دونك درنا التدريب ولما درنا التدريب هذاك يعني ساهم لان شيء ممتاز على بالك من ناحية البدنيه لما تدير يعني على بالي راح يرتاح شويه اللاعبين. متاعب ابناء ثوره التحرير المجيده تواصلت قبل المباراه وما لحادثه التنقل الى الملعب في زمن قدره 3 ساعات لخير دليل على ذلك. دارونا درك حنا البيوس تاعنا وجابوا لنا كلي رانا في الحرب. جابوا لنا لي بلاندي هذوك تاع لابوليس منا من قدام من الورا من هذاك. دونك جلسنا مده طويله ثم في الباص هذاك باش ديمارينا المزيه ومزيه ربي لان حنا طلبنا لما صدمونا في هذاك يعني في ليله قبل هذيك ليله قبل المقابله المسؤولين تاعنا اتصلوا بالمسؤولين تاع الفيفا اللي جاوا يراقبوا المقابله وهما كانوا حاضرين معنا وجاوا جلسوا ركبوا معنا في الباص ومشوا معنا. المهم مع هذاك الوفد هذاك تاع لي بلاندي منا ومن هي على بالك تمشي في 20 في الساعه نمشيو بشويه وداورنا على مسافه اللي درنا ساعه ونص باش وصلنا الملعب الرئيسي اللي راح نلعبوا في المقابله لان عندنا حق باش ندربوا ثم. On a vécu à donc les deux jours, mais le match vraiment très difficile. Même pour aller à l'entraînement, dès que je me souviens, quand on a pris le bus, on avait programmé qu'il nous rentre dans quel pays nous rentrons faire. Qu'il y ait un hôtel programmé ou chronométré ou chal bin l'hôtel ou stade, chal dire une trica ou chauffer une trica. Tellement, on avait un parcours de 16 minutes. قعدنا ساعة وعشر دقائق باش وصلونا للستاد مال لونترينمون. اوكي. دونك وصلنا ثما وصار مسؤول تاع لافيفا يعني ارسل رسالة لافيفا باش قال لهم عطاهم امر قال لهم درك في الرجوع من بعد التمرين لازم نرجعوا على الطريق السريع. وحقيقة حنا كملنا التدريب رجعنا على طريق اخرى ودرنا 15 دقيقة. تيزون في اكسبري دوروا بنا القاهرة كامل باش وصلونا للستاد ومن بعد سمعنا باللي كان الرئيس مبارك تما. يسو سون تونتريني هما قبل منا يبوف لو فير بيان سور، مي بيرسون نو سافي كو البريزيدون دو لا ريبوبليك بروحو جا باش يعمرهم امار دار يقولوا قال لهم الجزائر لها حق يعني تروح لكاس العالم ولكن لا في مصر ولا على حساب مصر. ياتي اليوم الموعود ويزداد ضغط المباراه ضغط ارعب بعض اللاعبين لكن العمل الذي قام به المدرب رابح سعدان صنع الفارق. دونك رحنا الملعب نهار المقابلة دونك كي عرف الملعب اللي يرهب مع عندك 90,000 سبيكتاتور وهذاك يعني صراحة أنا ما كنتش نظن باللي راح نديروا نتيجة إيجابية يعني كما قلت لك. علاش؟ لأن كانت إصابات كثيرة كانت مانيش عارف شكون يلعب لي ما لعبش حتى لآخر لحظة مع الطاقم الطبي وهذاك باش لكن المفروض كنا حنا نحضروا أسبوع قبل ما اللاعبين يدخلوا يومين من بعد تشكيلة باينة واللاعبين عارفين شكون يلعب ونحضروا من ناحية التقنية والتكتيكية في الملعب ما درنا حتى شيء هذا. الحمد لله ربي استرنا نقولوا استرنا لأن مهما الضغوطات مهما المشاكل اللي داروا لنا يعني في المباراة نقول قليل الفرق اللي تقدر. الحادثة أثرت على عدة لاعبين
اللي شفنا المردود بعض اللاعبين ما كانش في المستوى، ولكن رغم هذه ورغم النتيجة عرفنا كيفاش نرجع هذيك القوة والرغبة والروح المجموعة اللي كانت عايشنا، لأنه كنا يد واحدة يعني تقدر تقول عائلة، هذيك اللي خلات هذيك القوة وهذيك الروح والرغبة تاع اللاعبين اللي تفوق كل شيء. ركزنا أكثر وأكثر مع اللاعبين بون ناحية تقنية وتكتيكية هذه واضحة، ولكن أكثر من ناحية نفسية قلهم بالكم بالكم لا حنا درك المسار واه يزيدوا يبروفوكيونا، ولا حنا ندخلوا يعرفونا حنا منرفزين، يقول لك جزائري منرفزين وهذاك دونك يبيكيونا ويخرج لنا واحد رانا نضيعوا. كانت عائلة عائلة عندهم حب، الحب تاعك باش يربح ويحب يربح باش كان يجي بالروح القتالية، والحمد لله شفناها في التيرا كيما مطمور ما كنش نظن لأن بلي يتأثر حتى كي دخل في الشوط الاول وشفت الامور باللي هذاك انا خرجته فاق الماتش. الجوا الثاني كانوا خايفين شويه، كان لقاء مصيري، دخلنا في الماتش من في الديبي اون كيسينا كيسينا بيت اللي اثر شويه في اللاعبين، بعد كنا قادرين نسجلوا الاكسيون تاع بوغرا ولا تاع لا تاع صيفي سورتو حنا انا راتينا نقول لك رينا لي ليغاليزاسيون تاع صيفي هذاك اللي تقدم فاس فاس، خاطر ما كون سجلنا لهم الهدف هذاك كانت كنا نرتاحوا. لعبت الكره ولا حبيت اللوبي الكارديا كيما نقولوا باش نسجل هدف، يعني ما كنتش نفكر، كنت نفكر نأدي المباراه تاعي فوق ارضيه الملعب، كنت نفكر تتيح لي يعني فرصه نسجلها وما كتبش ربي، يعني ربي كتب لنا نروحوا المباراه فاصله. صارت لي مشاكل حتى في الملعب، مثلا ضيعنا حتى مثلا اخي احنا ضيعنا فرص كثيره للتسجيل، سجلوا علينا في البدايه، انا لما سجلوا في البدايه قلت خلاص مشات راحت، راح يعطيونا باربعه ولا خمسه. نهاية المواجهة بهدفين لصفر أعادت الأمل للجزائريين بعد الذهاب إلى المباراة الفاصلة التي جعلتهم يؤمنون أكثر من أي وقت مضى بقدرتهم على وضع قدم في جنوب إفريقيا. كما سجلنا كانت خير، باسكو بعد ما لافان زادنا دوزيام بيت اللي راح ماتش باراج اللي كان في السودان. كان سهل فيها ربي ورجعنا في المقابله، زيد ضيعنا نقول لك في العشرين دقيقه الاخيره احسن عنصر في الدفاع في هذاك المقابله هذاك هو حديش. لو جور دو ماتش اون فا او كيرو ستاديوم بور كومونتي الماتش. ديجا لونتري او كيرو ستاديوم سيتي انفيرنال بور لي جورناليست الجيريان بور لا راديو. On a eu toutes les peines du monde à entrer. Une fois qu'on arrive, on fait le match, on nous demande de rester, on sort deux heures après. Le résultat, vous le connaissez, on est complètement effondré. Certains ont les larmes aux yeux. On quitte le Cairo Stadium et la radio algérienne et la télévision algérienne, on avait un minibus. Et là, je voudrais dire un grand merci au chauffeur qui était égyptien. برمجة المباراة الفاصلة بالسودان ظهرت فيها حنكة الرئيس السابق محمد رورو الذي تغلب على المصريين من ناحية التنظيم بترتيب كل الأمور في الخرطوم. شوفي قبل ما شتا القاهرة حنا رحنا الخرطوم، ديكون اون انفورماسيون الحاج قال لي دوكير هذيك الليلة جي في ان فيزا، رحت السفير تاعنا باش زقال السفير تاع السودان باش دار لي فيزا دورجونس، وفي الليل حكمت الطياره. يا في ان افيون مينوي جو مسوفيان، جابلي لومباسادور تاعنا في خرطوم، اي ماتوندي ا 3 اور دو ماتان كنت في خرطوم. فاجأناهم من الناحيه النظاميه، حنا كنا متقدمين عليهم كثير من الناحيه النظاميه. ايه حنا اون افي ان بلان دونك ديجا دو شوازيغ لوتيل ا لافونس، دو بريباري لاريفي دو ليكيب، كاع درناه سوبر. وزيد لي زوتوريتي تاع خرطوم عاونونا الحق، يعني كانوا استقبلونا مليح. كان عندنا زهر كبير لان السفير القديم تاع السودان هنا في الجزائر اي تانسيان جوار انترناسيونال فوتبول، كي كان هنا في الجزائر كان حبيبنا. حنا ليكيب ناسيونال تاعنا واحد يلعبوا في مصر، محمد مشرع راح للسودان ريزيرف الميور اوتيل في السودان، باسكو ما كانوا يخلوا حتى الحاجه لو عزار. والحق غير الحق، قال لي السفير اللي تكلمت معاه اني قلت له باللي راك جاي، قال لي ويستنى فينا. رحنا شفناه، فتحنا كاع البيبان، يعني انتخوتون نو ونا
préparé des visites d'hôtels, etc. Parce qu'il n'y avait pas des masses, il y avait 3-4 hôtels qui étaient là. Il fallait mobiliser. Et si, mais la prévention, ce que c'est. Donc l'hôtel, qui est le meilleur hôtel d'Omderman, qui est réservé, et tout ce qu'on a fait, donc plan A, plan B. Donc on a choisi un hôtel, on a fait l'autre. Et on a tout bouclé, y compris avec les vestiaires, le stade, on a tout bouclé, et on a tout bouclé. Donc, très peu de gens savaient que c'était le Soudan. Il y a un grand Hajj Rawarawa qui m'a chargé de la mission. Je n'ai pas d'accord, même la délégation de Tana, il fallait garder ça secret. اولا نشكركم ونشكر شروق على هذه الاستجابه الطيبه لتاريخ جد مهم في تاريخ كره القدم السريه الحديثه. وفعلا لما نتكلم على هذا الحديث برمان نتكلم على رجوع الكره الجزائريه لساحه دوليه وفرصه انه نذكر هؤلاء اللي صنعوا الحدث ونشكرهم جزيل الشكر دون اللاعبين اللي كانوا موجودين انذاك من عبد اليحيى الى زياني الى كل الاخرين ونذكر طبعا الطاقم الفني وعلى راسه الحاج ربح سعدان ونذكر ايضا كل من كانوا يشتغلوا في الاتحاديه انذاك لانه كان عمل جماعي كبير. وأيضا لا ننسى الجمهور الكريم اللي دائما كان وراء فريق الوطني من بلعب بليزا إلى أم درمان وأيضا بطريقة خاصة هو الدعم اللي كان موجود من طرف رئيس الجمهورية الشهيد عبد الرئيس بوتفليقة وإرسال كل المنافسين إلى أم درمان آنذاك لهذه المباراة الفاصلة اللي كانت فعلا مباراة استثنائية. لازم ساعات باش نتكلم عن الموضوع هذا لذلك اعتبر انه هذا التاريخ يستاهل انه نرجع له في فرصه اخرى وندخل في التفاصيل لانه حكايه طويله جدا. On était parti avec un avion spécial des Algériens, un vol spécial. الحاج قال الطاقم تاع الطياره قال لهم ما تقولوش بلي رايحين الخرطوم بوديت بلي داخلين الجزائر. Donc on a laissé croire aux Égyptiens qu'on rentrait sur Alger le lendemain matin. Donc on a fait jeûner, on a qu'on a dit qu'on allait en Algérie. La même dit à l'équipage, mais tu prends les plateaux تاع الماكلة ou là. Parce que d'entrer en Algérie, c'est pas la peine qu'on choisir commander des plateaux et risque de rien. Cuisiner تاعنا باتي وجد في لي ساندويتش. لا. غدوه داك الصباح رحنا لايروبور قالوا لهم بدلوا البلون دو فول قال بون اون بار سور خرطوم. ومن بعد كي شافونا من بعد كي شافوا في اخر لحظه في المطار باللي عندنا البلون دو فول سور 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 خرطوم تفاجئوا. المصريين دابوا باسكو ما يزون ليبيغي لور جوار راحوا كل واحد راح لدارو نا بور لي ريكوبيري لو ماردي باش يجيو اون ايتي ديمانش. هما سمعوا بينا دونك الصباح حنا مشينا لخرطوم هما غيروا البرنامج تاعها باش يلحقوا دونك لحقوا العشيه. La fédération Rabrawa a également l'idée géniale d'anticiper sur les événements. C'est-à-dire, le match s'est terminé, l'Algérie, ça y est, on est rentré, ils sont rentrés à l'hôtel, allez, direction Om Durman, réservation d'hôtel, tout était fait, le plus bel hôtel, les joueurs ont été mis dans les meilleures conditions. كفاءات كبيرة كانت معنا من ناحية التغذية، من ناحية الأمن، من ناحية الكل، كانوا معنا وساعدونا وهادو تاني ساهموا في النتيجة اللي داتها الجزائر في أم درمان. رغبة الجزائر في عبور هذا الدور لم تتوقف عند الأنصار واللاعبين بل امتدت إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي سخر أسطولا جويا من الجزائر إلى السودان يضم 12 ألف مناصر عبر 25 طائرة. لو فول كان على 8 ونص تاع الليل احنا مزوج تاع النهار وحنا تما في الايروبور حتى الغدوه من ذاك ساعه تاع الصباح باش قلعت الطياره. كان الشعب انا نقول لك الشعب الجزائري 40 مليون كانوا قاعد تما كانوا كامل حاب يروحوا. Alors on connaissait, je connaissais pas le Soudan, on arrive à Om Durman. J'arrive, les deux premières personnes que je rencontre, c'est des Algériens.
اللي نتفكر هذاك النهار كي لحقنا المطار تاع خرطوم سنونا الجمهور تاع الجزائر اللي كان كثير اللي كان مقول تما راح ماك تما اللي زادنا عزيمه كبيره باش نفوزوا في المقابله هذيك المصيريه اللي كانت عندنا. احنا حتى اللاعبين كانوا كي كنا ركبنا في الطياره جاوا يسالوني خاصه نقول على المحترفين لان الجزائريين عايشين في الجزائر يعرفوا يقولوا لي الشيخ لي سيبورتير تاعنا يجي ولا ما يجي؟ قلت ان شاء الله يجيو، احنا ما كناش عارفين بلي رئيس بوتفليقه راح يدير. اي بي يا يو لابيل هذاك تاع لي سيبورتير اللي جاو لايف. اللي كنا ننتظر فيه واللي كان خاصنا هو الشعب تاعنا والجماهير الجزائريه. وعندما تشوف يقول لك الجسر الجوي تشوف كل يوم وصول طائرات ووصول جماهير الجزائر. وكنا حتى في التدريب الاول والثاني عندما تبدا تدريب وتشوف تقريبا 2000 3000 في ملعب تدريب يساندوا فيك، يعني عاود رجعت هذيك الروح ورجعت الثقه في النفس اللاعبين. بيرسون ناتوندي ا سكان بون ايريان سوا مي ان بلاس انتر الجي اي لو سودان سا بيرسون سي فو بوزي بريزيدون عبد العزيز بوتفليقه اون دي جينيال دو دير بون ايريان اي تول موند بي يالي. لي شافي زياني قال لي مي اون شاكير والله كاع بدرابوات والله ما نكذبش عليك ما كناش نستناو هذاك الغاشي اللي راح يجي كامل. دونك كي لحقنا تما الخرطوم حسينا روحنا كلي رانا في الجزائر مع الجمهور اللي جا كيما قلت لك جا بزاف حسينا روحنا رانا في الجزائر. جاو داروا استقبال حارم معناه هذاك اللاعبين على بالك تحروا يعني. قول لك حنا في الاول خفنا اللي شاف مع الحاج اون افي بور كو سي سوبورتير كش ما يديروا لنا ديغا في الستاد. نهار الماتش اللي تيكي كامل باطل حنا كنا 18000 كاع اللي تيكي بار كونتر ماسر ما كانش عندهم 200 واحد ما كانش عندهم حتى تدخل البنك السوداني المصري باش راو لهم لي بي وقيلا 100 دولار هذيك باش دخلوهم مع 6 غير 4 تاع العشيه وحنا شتينا كنا تما حنا مزول حنا على الستاد. والمشكل في الازاجيه تاعنا حاجه مليحه هي مشكل صح حاجه مليحه عندنا الفي بصح فتحوا الباب وحدهم ودخلوا على الزوج. اون افي ان بو بور بداو يلحقوا لي جون تاعنا سي كيك شوز ميرفيو انا سي بارمي لي بلو بيل جورني اللي عشت تشوفي لا جونيس هذيك ديباركاو الوغ كنا كل عشيه نروحوا نحللوهم باش ما يديرولناش ديكا اقرب الى العالم. من بعد نهار دخل الفريق الوطني يسخن في على الربعه ولا على الخمسه العشيه مو جاو المسؤولين تاعنا قال يا جماعه في الداخل تيرا الفو با ديروا مخالفه الرياضه وسورتو تحرق اعلام وهذيك هذيك صافي با بيان سو انسان اللي ما يحرقش الاعلام تاع دوله واحده اخرى باسكو مام هما راهم خاوتنا وحنا نخاوه. Je peux vous dire que sur le plan émotionnel, parce qu'il y a de l'émotion, vous avez la chair de poule. Quand je rentre, parce qu'on rentrait avec les joueurs, et vous rentrez au stade et vous voyez des Algériens partout, à l'entraînement. Même les joueurs, dans leur visage, n'y croyaient pas. Je suis un homme, 18000 supporters, qui ont donné les gens, et qui ont donné les gens. Eh bien, je ils se sont conduits, Allah et l'Adim, comme des artistes. Masha'Allah. Mais avant le match, vous avez, regardez, vous demandez, allez regarder les archives. Vous avez deux pylônes au stade d'Oum Dourmen, deux pylônes d'électricité. Le stade, moi j'avais juste à côté de moi toute la diaspora et les enfants de Moubarak étaient juste à côté de moi, les actrices égyptiennes, pour eux c'était dans la main, ça et c'était réglé. Et il y avait les deux pylônes, l'histoire des deux pylônes est assez intéressante. Vous avez un supporter égyptien qui va, qui prend le pylône et qui monte pour accrocher son drapeau. Il arrive au milieu du pylône d'électricité, il s'arrête parce qu'en bas, il a le vertige. Et vous avez le supporter algérien qui était juste à ma gauche, il va, et il monte jusqu'en haut. C'est-à-dire rien, il monte jusqu'en haut. Il accroche le drapeau, c'était déjà des indices. Tu sais qu'il est là qui fait Zahir. On ne voyait que des drapeaux algériens. Il faut dire, j'ai vu aussi des drapeaux tunisiens et marocains. Là, le haqq est allé me dire maintenant, Twansa ou Mararka, derrière des drapeaux. Il y avait un soutien total, c'est ce qui a galvanisé notre équipe. حنا كي دخلوا لي جوار عنتر يحيى كي شافنا قال لهم نربحوا، قال لهم هذا الجمهور ما يخيبوش باسكو عم بالو راه في بليده. كنا عارفين باللي يد واحده وكنا عارفين باللي عندنا هذيك الرغبه كنا عارفين حابين نقوم ونوصل لهذا التأهل. عندما تكون حاب وتكون يعني عندك هذيك العزيمه يعني في ارضيه الملعب تبقى يعني امور بسيطه اللي يكون
اللي يلعب اساسي او احتياطي ما كانت ما كناش نفكروا شكون يلعب شكون ما يلعبش، كنا نفكروا اكثر في التاهل، يعني حتى اللي يكون خارج قائمه 18 ويكون في المدرجات كان يفكر بنفس التفكير اللي يفكر فيه لاعب اساسي. هذه هي اللي اعطتنا يعني التفوق على المنتخب المصري انذاك. جاء اليوم الموعود، كل الانظار كانت مصوبه نحو ام درمان، فاستعاد عنتر ذكريات عبلة، واستعادت الجزائر ذكريات المونديال بعد 23 سنة. عشنا على أعصاب حتى الهدف تاع بوم كما قال حفيد الراجي، بوم هذاك البيت هذاك تاع عنتر يحل اللي رماه له في الزاوية اللي كما نقول احنا زاجية وين يسكن الشيطان. ضربنا في الارض حكمها، أيوة. ضربنا في السماء حكمها، نعم. ضربنا وين الشيطان ما يجيبهاش. واحد خمسة ولا ستة قدامي طاحوا 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 طاحوا، ما نقولش على كاردياك ولا ينطع كاردياك، طاحوا رفدوهم اللي صوتا صوتا اللي فرحة عارمة ما نقدرش نوصفها، ما كاش الكلمات باش عاود نخرجها. بالون بالون الايجيبسيان جو ميو كو بالون الحق كانوا عندهم شوفي عندهم طريبه ليكيب مي كي تي او بو لحقوا لا روتريت. حنا كانت عندنا ليكيب جون دونك بسيكولوجيكمون سافي لو كان يكونوا بلاندي ويشدوا ساعه نقدروا نربحوا. كان ما بين احسن المنتخبات اللي فاز يعني ثلاث كؤوس افريقيه متتاليه، كانت عنده تقريبا تشكيله اساسيه تلعب يعني بالاعين مغمضه يعني، ولهذا رغم كل هذا رغم قوتهم نقدر نقول كانوا احسن منا فنيا من نوعيه اللاعبين، ولكن كنا احسن منهم في الرغبه للذهاب للتاهل الى كاس العالم. شوف داروا لي مفاجاه اللاعبين هما ما كنتش ننتظرها، واش داروا كي اخي داروا قسما في الاول، ومن بعد كي جا طلعوا ليمن مصري يا اخي داروا عكسوه بدون كلام، يعني لما جا ليمن ناسيونال تاعهم هما داروا الخلف. نظن هذه بون من حقهم، لان يعني ظلمونا يعني ظلم كبير. Tension extrême où le moindre détail compte. Vexés, les Fennec tournent le dos à leur adversaire pendant l'hymne. La dernière bataille peut commencer. الفضل اللي يولي الانصار ثاني باش ربما في هذاك المقابله اللي كانت ربما كان لاعب رقم 12 اللي خلانا نفوزوا على فريق مصري اللي كان ربما نجم نقول في احسن الاحوال تاعو. كان ذاك الماتش ما يتنساش يا فيه. ماتش ام درمان ما يتنساش يا فيه كما كانت في 82 كما كان. Et c'est la première fois à la fin du match, parce que j'y croyais pas, j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie, parce que c'était de la joie, et j'ai pleuré parce que je me suis dit, au moins dans ma vie de commentateur, j'ai vu l'Algérie se qualifier à une Coupe du Monde. عشنا هذيك الايام السوداء نساوها كامل باسكو على لا كوب دي مود في اللعب تنسي كاع واش صرا من قبل والحمد لله. انا ما نظنش باللي الكره الجزائريه راح تزيد تشوف ان ايفينمون كبير كيما لو 18 نوفمبر 2009. الناس كامل برا، عجايز شيوخة كبار صغار كامل خرجوا. ردة الفعل تاع الشعب، ردة فعل تاع واحد محقور وثاني كان متعطش للتأهل المونديال بعد مدة من 86 ما زادوش راحوا. عودة الجزائر للمشاركة في المحفل العالمي بعد سنين العجاف فجرت الإعلام المصري وخلفت أزمة كروية كانت دكاكين الفتنة مسرحا لها، ما جعل جريدة الشروق اليومي تتصدى ولو بأبسط الإمكانيات دفاعا عن الوطن وشهدائه. أرجو تدخل سريع
ولادنا في السودان بيموتوا من الجمهور الجزائري. كل الناس معاك، ما حدش يخرج لغاية ما السفلة دول يسافروا. إعلام تاعنا في هذاك الوقت كان ناقص، الإعلام الخاص بلوتو كان ناقص، غير الشروق اللي كانت تكافح في وجه هذا الإعلام. تابعناه بطاقم كبير من رئيس تحرير إلى صحفيين بسطاء توجهوا إلى أم درمان، وكانوا قد توجهوا قبل ذلك إلى مصر قبل 4 أيام من مقابلة أم درمان الشهيرة. ما يقول لك صحفيين تاع الشروق باش يجوزوا في الديوانة تاع مصر، سيتي بزاف صعيب عليهم، وحتى وين كان طهدوهم كامل سيتو ابري الماتش صراو انهم حوسوا عليهم اون سبيسيال شورو، باسكو قال لك حنا الجزائر حبسنا بالشورو. وصح كان يعني مخطط سياسي، مش قضيه تبرك تاع هذوك الناس اللي كانوا تشوفهم قدام كاميرا يزقي ويوري له الدم باللي ضربوه. سيتي دي زاكتور، من بعد سيتي دي كوميديان تاع صح خالصين باش يحكي لي واحد كان يجي مور داخل زعما ويهضر معاه في التلفزيون هو ويخدم تم. Il est juste derrière un panneau en train de parler au téléphone et il dit au téléphone Rami dirou hadi ou Rami dabhou fina ou hakda, alors que wa tma fi studio fi Qahira. Difa' al-shourouq huwa kan difa' an tawabt al-umma al-jazairiyya. Lihada tawabt al-umma al-jazairiyya hiya intima'na lil-umma al-arabiyya, intima'na lil-sha'b al-misri, sha'b al-misri shaqiq ladhi waqafa ma'a al-thour al-jazairiyya بقيادة جماعة عبد الناصر. الشعب المصري الشقيق وقف، ولكن بعض المتدخلين أو بعض المتسللين للإعلام المصري أرادوا إدخال فتنة أو إحضار فتنة بين الدولتين. يعني بلغة الأرقام جريدة الشروق في تلك الفترة وصلنا إلى سقف 2 مليون نسخة يوميًا. كذلك لجأنا إلى طبعتين في اليوم من أجل تلبية يعني تزايد المقروئية على جريدة الشروق. يعني كنا نسمعوا يعني على الإعلام في الجزائر، هادو منا يعني يقوموا. كانت تقدر تقول منافسة ما بين الإعلام ومنافسة ما بين، احنا كنا نفكروا كنا تفكيرنا كان في منافسة كرة القدم. كان الشروق تي باغمي سو كي ديفوندي. كان جورنال تاع الشروق اللي كان يتبع فينا وقدر يمد كلش للشعب. كما نشكر الشروق لان مشاركه الشروق في المعركه هذه كانت معركه طبعا رياضيه في اللواء بهذا الحجم الرياضي فقط مع الفريق المصري لكره القدم، واليوم الحمد لله العلاقات جد طيبه ما بين البلدين وكل الشعبين. عندما كنا نكتب بأقلامنا أو بأجهزة الكمبيوتر كنا نتأسف ونقول يا حسرتاه لو كانت لنا قنوات مثل القنوات الفضائية المصرية. كان ردنا على الورق وردهم فضائي قاصف عابر للقارات. أنا شو كنا نتبعوها بزاف، كانت داخلة في الحياة اليومية تاع اسم الفريق الوطني، انه كان تلحق المعلومات ولازم تلحقنا معلومات. باسكو كان يغيظنا الحال بزاف بالفضائية تاع مصر. على الاقل كنا نطلعوا المورال الحمد لله بالصحافة تاعنا ومنها الشروق اللي فريمون وحدها اللي كانت في الميدان ويوميا وحربت جميع الفضائيات المصرية. ثمان سنوات إذن بعد أم درمان، ها هي الكرة الجزائرية تعود مجدداً إلى نقطة الصفر، فلا مكان للمنتخب الوطني في مونديال روسيا، ولا مكان أيضاً للروح القتالية عند النخبة الوطنية، فبأي حال عدت يا ذكرى؟